القضيه ديال الصناعه الوطنيه الدوائيه، انا نقول لكم واحد القضيه، انا متفق باش يهبطوا الاثمنه ديال الادويه، ولكن اذا كانت هذيك الاثمنه ديال الادويه غادي تضر بالتشغيل ما يهبطوهاش. وواحد القضيه يراجعوا دوك الشركات اللي كينتجوها باش يخفضوا الثمن. فرنسا الاخوان اليوم تشتكي، ماشي المغرب، تشتكي بل تخاف من الزوال لسببين، منها انها ان 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 انها صناعتها اهلكت بلا ديلوكاليزاسيون، في الاخر هاد الناس غيمشيو في حالتهم ويخليونا هنايا بوحدنا، لانه الا ما بقاوش كيربحوا. والمساله الثانيه لانه ما بقاتش عندها مراجع، فاش غيبقى شاد الفرنساوي؟ فاش ما بقاتش الدوله مسيحيه؟ اكثر من 51% ديال الفرنسيين لم يعودوا يعترفون بوجود الله. واما الكنيسه واما الكنائس كتسد وكتباع الى اخره، فهمتيني ولا لا؟ وبطبيعه الحال اللي خدام هو الحرب ديال الاسلام، والحرب على الاسلام والحرب ديال المسلمين، ورحنا غاديين في الطريق. بقات واحد القضيه غادي نختم بها، هي القضيه ديال فلسطين، باش تكون زعما الامور واضحه. حنا دابا الاخوان نتكلم على انفسنا كدوله، المواقف ديالنا الرسميه وديال جلاله الملك ما عندنا ما نقولوا فيها كيف ما كان الحال. وانا بالمناسبه ضد كل ما هو ادانه لدولتنا، لا يجب ان ندين دولتنا اطلاقا. موقفنا من فلسطين كشعب وكأمة وكدولة مشرف وخصو يبقى مشرف، ولكن كاين أشياء يعني حنا شخصيا في الحزب، حتى وإن كنا حاولنا أن نتفهم في وقت من الأوقات، الآن تغيرت الأمور، هذا ما بقاش محاولة المتابعة ديال الفلسطينيين الرسميين على ما يفعلون، هذه ولات يعني إبادة وحشية غير متخيلة لإخواننا الفلسطينيين. وبلا ما يكونوا إخواننا، يكونوا غير بشر، إخواننا في الإنسانية، إخواننا في الدين، إخواننا في الشكل، إخواننا في اللغة، إخواننا في التاريخ، إخواننا في الجهاد المشترك. كل ما وقع سابقا من ما لم يكن مقبولا يعني من امراء الاندلس ومن الى اخره لم يعد يذكر، ولكن الحاره اللي خلاها صلاح الدين للمغاربه والباب اللي خلاها صلاح الدين للمغاربه ما يزال. وذكرنا بصفه معينه، قال هؤلاء قوم لا يؤتى من قبلهم، لا يؤتى من قبلهم، يعني هما ما عمرهم غادي يخرجوا بينا. جات يبدو ان شي سفينه جات باش كتحمل السلاح، جات باش تمول في طنجه، مشاو واحد 1000 ديال الناس اللي نقول ولا قل شويه ولا اكثر شويه كيحتجوا رافعين الرايه ديال المغرب وديال فلسطين وربما ديال حزب الله، وكيحتجوا علاش جات هذا ديال لبنان عفوا ديال لبنان، فهمتيني ولا لا؟ ويهزوا كاع ديال حزب الله، حزب الله اليوم حزب مقاوم، فهمتيني ولا لا؟ يعني جات مجموعه ديال الناس كتحتج كتشكي الله بهذا الشيء، اذا كان هذا الشيء صحيح. حنا في حزب العداله والتنميه درنا في البيان ديالنا الاستنكار ديال هذا الشيء. قالوا لنا الاخوان ديالنا، قالوا لنا لا السي عبد الاله والسي دريس، قالوا لنا راه ما هذا الخبر لم يثبت، فلم نزيد على ان طالبنا بان يعني تصرح لنا الحكومه بالحقيقه، كاين هذا الشيء ولا ما كاينش؟ فقط ياك هذا الشيء اللي درنا، لم نقل غير هذا. ما الله يشهد ما دعونا احدا لكي يلتحق بطنجه ولا لكي يحتج. الا شي واحد قال لكم قال لي عبد الاله ولا الحزب سير، ينوض يوقف يكذبني قدام الناس. اللي بغى يمشي مشى، ما عارفينش حنا شكون اللي مشى،
فهمتي ولا ما عدا ربما بعض الاشخاص اللي شفناهم في الفيديو ومشاو تيحتجوا. واش يجي خبر بحال هذا كتعرفوا باللي هذا الشيء هذا ماشي سياسه هذا دين هذا لا يجوز شرعا. انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظهروا على اخراجكم ان تولوهم. هذا كلام الله. وسمحوا لي راه هذه دوله اسلاميه وراه رئيسها هو امير المؤمنين وما يمكنش حنا نعملوا واحد الحاجه حرام 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 ان نساعد الاسرائيليين على ان يقتلوا اخواننا. ما يسمى بالتطبيع شيء وهذا شيء اخر لا يجوز. انا كنقولها وكنتحمل مسؤوليتي فيها شيء واحد الرباعه ديال 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 الخفافيش ديال الاعلام ديال الظلام فهمتي ولا ما عرفتش كيديروا سميتو ما كيديروش خرجوا كيقولوا هذه الصراع العداله والتنميه صفت الناس ديالو. والله ما صفتناهم وهذا شرف لا ندعي ولا صفتنا شي واحد وهذا شرف لا ندعي ولو كان درناها نقولوها ونتحملوا مسؤوليتها وليقع ما يقع. واش العداله والتنميه دابا يعني اش كيسحب لكم؟ واش غيمارس السياسه يعني من خلال ماذا؟ يعني غادي يبقى يشوف بحال اللي ربما وقع لبعض الاحزاب يعني شي طريق تتوصل شي منصب الى اخره وينوض يبدا يحتال لكي يصل اليه. اوف لكم ولمناصبكم ولما تعبدون من دون الله. حنا النهار الاول فاش تزادينا واش دخلنا لهذه الحركه اللي عطات هذا الحزب حنا دخلنا لله ثم لخدمه الدين ثم لخدمه الوطن ثم لخدمه الامه. وحنا كنحاولوا ما قادرش انا نضمن لكم كنحاولوا نبقاو شادين في هذه المبادئ حتى وان كانت مثل الجمر فلتكن مثل الجمر. اللهم الجمر ديال الدنيا ولا الجمر ديال الاخره. وملي تجي لشي حاجه بحال هذه ما غنتنازلوش وما غنتراجعوش وانتهى الكلام. ويسمحوا لي الاخوان المشارقه نستفد منهم هذه الجمله هذه اللي كيقولوا واللي بده يصير وما يمكنش حنا مازال ما قلناش باللي المغرب دار هذا الشيء مازال ما قلناش. ونحن نكره ان ندين دولتنا بجميع الاحوال ولكن راه الحكومه مسؤوله وخصها تقدم وخصها تكون خصها تعرف شنو هي تكون مسؤوله وتتحمل مسؤوليتها. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.